ما هي الأسباب الحقيقية لتفاقم ظاهرة انفلات السلاح القائمة في العراق؟ ألم تساهم حكومات العراق الجديد بعد العام 2003 في التأسيس لظاهرة الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة، وهو ما قاد إلى حالة الانفلات المسلحة الحالية؟ وهل باستطاعة حكومة العبادي انفاذ تعهداتها المتكررة بحصر السلاح بيدها في ضوء سطوة حملته من الميليشيات وفرق الموت الخاصة؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.